والحقيقة الحلقة المهمة اللي كانت هو موضع الوسيط. يعني أنا استغربت من جهة للوزارة، وزارة الدفاع احنا موجودنا، عندنا جهة مخولة بالتعاقد هي مديرية التسليح والتجهيز، فشنو المبرر أن يكون وجود وسيط في هذه العملية؟ أنا عندي قيادات أسلحة هي تقول أنا محتاج السلاح الفلاني، تجي تقدم الطلب يطرح في لجنة العقود، يصير اتفاق عليه وتصويت عليه، نحوله إلى المديرية المعنية، تذهب إلى أي شركة أو إلى أي دولة عندها هذا السلاح، تبدأ بتفاوض بخصوص السعر، بخصوص الوقت، بخصوص المواصفات الفنية المطلوبة، ويصير تعاقد. فإذا الوسيط ما إلى داعي. هو هذا الوسيط بأي مرحلة يظهر؟ يظهر من بداية العرض، يبدأ يعرض اللي عنده من الأجهزة، من التسليح، من العتاد، ويبدأ باتفاقات. طبعا وين يعرض؟ بأي ساحة؟ يعرض على المديرية، وزارة الدفاع، العام السابق، يجي إلى وزارة الدفاع هي الأساس في الموضوع، ويبدأ الضغوطات من جهات أخرى خارجية تبدأ تضغط على هاي المديرية أنه هذا العقد ينبغي أن يمشي بالاتجاه الفلاني أو باتجاه الشركة الفلانية أو الدولة الفلانية. هو يقرر، هو هذا اللي كان موجود. والحقيقة أنا سمعت من الإخوان حتى تصلت إلى التهديدات أنه ممكن أن يقتل، ممكن أن ينقل، ممكن أن يقال، كل هالتهديدات. بس الحمد لله من جهة أنا حقيقة هذا الموضوع وهم بشهادتهم قالوا تقريبا الموضوع انتهى وأي تأثيرات ما أعطوا.